يا مساء الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. ببقى دايما سعيده بتواجدي مع حضراتكم. النهارده جوله طبعا في كل الالعاب الرياضيه والملاعب الرياضيه، متابعه لكل الاحداث النهارده والقاء الضوء عليها وعلى استعدادات كمان منتخباتنا الوطنيه المختلفه والدوريات في كل الالعاب من خلال برنامجكم ملاعب الابطال. قبل ما نبدا الحلقه النهارده، في الحقيقه في نقطه مهمه جدا عايزه اتكلم فيها، بقالي كذا يوم كده بفكر فيها. يمكن من اهم الحاجات اللي بتيجي قبل الرياضه خالص، قبل ما تلعب رياضه، قبل ما تفكر في رياضه، الجمهور اللي بيحصل دلوقتي من التعصب الجماهير اللي تحول في الفتره الاخيره لتنمر. ما تقوليليش انت بتبالغي، لان في الحقيقه انا مش ببالغ. اللي بيحصل دلوقتي تنمر بكل اشكاله والوانه. زمان قبل عصر السوشيال ميديا كان التعصب الجماهيري موجود في المدرجات، كنا بنشوف بعض احاديث جانبيه، بيشدوا مع بعض، يهزروا مع بعض على القهاوي، موجودين في المدرجات، هتافات متبادله بين جماهير الفريقين اللي بيلعبوا. كنا دايما بننتقده وبنقول السلوك الحضاري ده مش سلوك حضاري، وان الرياضه ليها اهداف تانيه اكبر من التعصب والخناقات والمشاحنات اللي بنشوفها. دلوقتي مع التطور تكنولوجيا جميل، ولكن عصر السوشيال ميديا اتقلبت الامور فيه ووصلنا لمرحله تنمر بكل اشكاله. التنمر مش انك تتريق على شكل شخص، بالعكس تنمر ليه اشكال كتير جدا. لو بتتكلم على شخص بشكل غير لائق، لو بتتكلم على شخص باسلوب فيه تقليل منه كانسان او كرياضي كمان، اللي وصلنا ليه دلوقتي ومستمرين فيه للاسف بيهد الرياضه. بدايه الطريق او النفق المظلم، بدايه الطريق ان الرياضه المصريه ممكن تتدمر اللي بيحصل دلوقتي. شعار الرياضه في العالم كله الروح والاخلاق، ده لغه التواصل بين الشعوب. دايما بيقولوا الرياضه هي القوه الناعمه، ده اساس الرياضه وممارستها. لازم يكون في فايز وخسران، اتكلمنا في الموضوع ده كتير، لازم نتقبل ويكون عندنا وعي اكبر من كده بكتير. الجماهير بتروح المباريات ليه؟ الجماهير بتروح المباريات، تروح المباريات عشان تتبسط، عشان تستمتع بالرياضة، عشان تتابع فريقها، التنافس الشريف بين اللعيبة، أو عشان تستفيد وتتعلم من ممارسة الرياضة. دور الجماهير إن هي تدعم، تشجع أنديتها، تساند أنديتها، مش إنها تبتدي تدق طبول حرب والأمور تتحول لخروج عن النص، تجاوزات. إحنا بنتمنى، أو خلال الفترة اللي فاتت في الحقيقة كنا بنتمنى قبل وباء كورونا، كلنا كان نفسنا نشوف الجماهير، نفسنا نشوف الجماهير مليانة المدرجات، وكنا بنطالب وأصواتنا عمالة تعلى، بليز من فضلكم احنا محتاجين الجمهور يرجع. طب ترجع للمدرجات ازاي؟ ترجع للمدرجات ازاي والسلوكيات دي كلها على السوشيال ميديا؟ خلي بالك انت ورا جهاز، ورا شاشة بتعمل كل ده، بالك بقى اما تبقى فيس تو فيس مع الجمهور المنافس ليك. ترجع الجماهير ازاي واحنا مش مستحملين بعض؟ واحنا بعاد عن بعض بالشكل ده، واحنا بنتجاوز في حق بعض. طب لو رجعنا الجماهير واحنا بالاسلوب ده والتعصب اتقلب عندنا لتنمر، هتكون النتيجه ايه في المدرجات؟ حد يرد بقى؟ ده الجزء الخاص بالجمهور وبالوعي، واللي هو طول الوقت لازم نتكلم عليه، لان اللي بيحصل ده يعني فاق كل الحدود بصراحه. نيجي بقى لجزء تاني خاص ومهم جدا بعناصر المنظومه الرياضيه، وخصوصا اللاعبين اللي هم نجوم الستارز اللي كلنا بنبقى مبسوطين جدا وبنتغنى بيهم وباسمائهم وبطريقه لعبهم، واللي بيحب يقلد، اللي الجماهير بتتعلق بيهم بشكل كبير جدا. اللاعب لازم بقى يعرف انه عنده مسؤوليه كبيره جدا وانه قدوه. اي تصرف هتعمله هتلاقي ناس كتير جدا بتقلده، زي ما بقول لك بيقلدوك حتى في طريقه احتفالك بالاهداف وهم بيلعبوا مع بعض في اي مركز شباب او في نادي. اي كلمه هتقولها ممكن تأثر بشكل كبير جدا في الجمهور وتحركهم في اتجاهات مختلفة، اتجاهات غريبة. اللاعب مسؤول هو كمان، ولازم يكون عنده مسؤولية، مش عشان تراضي جمهور ناديك أو تعمل كمية فانز محترمة كده كبيرة على السوشيال ميديا تكون السبب في الفتنة بين الجماهير. الأندية كمان مطالبة إنها تتدخل بحزم في الرقابة على تصرفات اللاعبين على السوشيال ميديا، لأن المسؤولية مش في التدريبات والمباريات بس، مسؤولية النادي عن اللاعب في كل حاجة، في كل سلوكيات حياته، لأن ده خلاص ده بقى نموذج بيحتذى بيه. اللاعب اللي يخرج عن النص ويتسبب في إثارة الجماهير لازم يتعاقب
وده يتم إعلانه من قبل ناديه عشان نعلم الأجيال الجاية ونرسخ مبادئ للروح الرياضية عند الناشئين والشباب اللي طالعين، ويشوفوا الكبار بيعملوا إيه. المسؤولية على الجميع. تعصب الجماهير والتنمر أسلوب الضعفاء اللي فاقدين الثقة في نفسهم. تحلوا بالأخلاق الرياضية، اعرفوا يعني إيه رياضة، واللي مش فاهم ده يبعد، اللي مش قادر يفهم ويقدر ينسحب من حاجة اسمها رياضة. ده موضوع سهل، يعني إنك تنسحب مش هتقف عليك، لكن الرياضة هتقف على أخلاقنا، سلوكياتنا اللي بنصدرها للعالم كله وللأجيال اللي جاية. وزي ما قلت لكم، هي القوة الناعمة اللي تقدر توصل بيها أي رسالة. عايزين صورة مصر ورسالتنا دايما تبقى شكلها حلو، تبقى منورة، تبقاش تصرفات صبيانية أو تصرفات بسيطة يعني تضر بالمصلحة العامة. مش عايزين نتكلم كتير في الموضوع، بس كنت حابة أتكلم في الحقيقة في الموضوع ده، لأن شايفة تجاوز كبير جدا الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا ونقص خطر. كان لازم نتكلم لأن كلنا مسؤولين.